الظالم صوتي قال هنيدا كتب لي نصيح قال لي يا فجري البنت دي ما كويسة وقال لي يا فجري البنت دي ما كويسة الزول صديقي قدم لي نصيحة الزول صديق الهنيدة قدم لي نصيحة قال لي يا فجري البنت دي ما كويسة قال لي يا فجري البنت دي ما كويسة شديد لكن عيونها تبين حنينة والزول صديقي قال لي صلي على نبينا البنت دي كعبة شديد لكن عيونها تبين حنينة والبنت دي مكرة